السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان الأستاذ سامح عاشور. أشاد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين السابق ببسالة القوات المسلحة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتي تسعى إلى نشر الإرهاب وذعذعة الاستقرار، وذلك بعدما نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية، مشيدا سيادته بيقظة أبطالنا وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تهديد استقرار الوطن. وأضاف سامح عاشور أن حادث محاولة هجوم العناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد ليؤكد أن القرار المصري بضرب التنظيمات الإرهابية والتكفيرية المسيطرة على الجزء الغربي الليبي، وأنها هي التي تقاومنا في سيناء، وأنها جزء لا يتجزأ من الإرهاب الذي زرع في سوريا ومصر والعراق وليبيا. مضيفا سيادته: علينا أن نقاوم تلك الجماعات حتى نقضي على الإرهاب واقتلاعه من جذوره. وأعلن سامح عاشور عن تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي ودرءاً للمخاطر التي تتعرض لها البلاد، مؤكداً أن الدولة المصرية محقة في أنه عندما تضرب الإرهابيين في ليبيا سوف تمنعهم من مصر، وأن قراءة حادث اليوم واضحة تماماً، متسائلاً لماذا نضرب اليوم بهذا الشكل العنيف والمتآمر في الوقت الذي قررنا فيه أن نكشر عن أنيابنا لأنصارهم في الغرب. عاشت مصر وعاشت قيادة مصر وعاش جيش مصر وشعب مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامح عاشور.